أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في القاهرة اليوم على أهمية العمل العربي المشترك، كما هنأ الغانم بعودة البرلمانيين المصريين إلى المشاركة في الاتحاد البرلماني العربي. جاء ذلك أثناء كلمة الغانم في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الدول العربية، ويستمر يومين تحت عنوان رؤية برلمانية لمواجهة التحدي الراهنة للأمة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، معالي الأخ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، السادة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بكلمتي أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب باسمي كرئيس للاتحاد البرلماني العربي وباسم كافة البرلمانات العربية عن عميق سرورنا ونحن نرى ممثلي البرلمان المصري يعودون إلى مواقعهم الطبيعية ويشاركون إخوانهم أعضاء وممثلي البرلمانات العربية مسيرة العطاء البرلماني المثمر والبناء في كافة المحافل البرلمانية العربية والقارية والدولية، وإن هذه العودة بعد الغياب الطارئ لهي دفعة جديدة وطاقة مطلوبة للعمل البرلماني العربي الذي لا يمكن تصور اكتماله ومصر غائبة. الأخوة الحضور، ما أملكه من وقت لهذه الكلمة لا يسعفني للتعبير عما أريد قوله حول العديد من الملفات التي تهمنا كعرب. إن تحدثت عن آخر الشجون والهموم بشأن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية، أكون قد أغفلت عن قضية أخرى تضرب بآثارها الكارثية صروحنا، ألا وهي قضية الإرهاب. وإن تحدثت عن هاتين القضيتين فقط فسأكون قد أغفلت أيضاً عن معاناة الشعوب في سوريا والعراق واليمن وليبيا. أصارحكم بهذه الإشكالية التي لازمتني طوال فترة رئاستي للاتحاد البرلماني العربي، ولأنني أريد أن أغتنم هذا المحفل الكريم في قول ما أعتقده مهماً وجديراً بالانتباه، فسأختار قضية أراها غاية في الأهمية وإن كانت تبدو للبعض مستهلكة وعنواناً فضفاضاً وملفاً أكل الدهر عليه وشرب، إلا أنني أرى غير ذلك. أتحدث هنا عن العمل العربي المشترك الذي لا زلت أؤمن به عن قناعة راسخة بأنه هدف استراتيجي وكياني وبنيوي شديد الأهمية. إن العمل العربي المشترك برغم تبدل الظروف وبرغم النكسات وحالات النكوص العربية وبرغم تبدل خارطة القوى العالمية وبرغم غياب الخطاب العربي الذي احتضن هذا الحلم وتبدل بالخطاب الانهزامي تحت شعارات الواقعية والعملية ومراجعة الذات وترتيب الأولويات، إلا أنه يظل هدفا وقضية مركزية. أقول هذا الكلام وأنا أعي تماما ما حدث من تغيير وتبدل في الشخصية العربية خلال 60 عاما الماضية، وما طرأ من تشوه وتشظ على المستوى السيكولوجي والوجداني العربي، ولكن برغم كل ذلك وبرغم أننا نعيش أسوأ أيامنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ووجدانيا، إلا أن تجربتي في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي وفي مناسبات عدة يعرفها الكثيرون من زملاء البرلمانيين العرب أثبتت وبشكل راسخ كم أن قليلا من التنسيق والتعاون كانا كفيلين بتحقيق نجاحات صغيرة هنا وهناك. لقد كان لتنسيق عابر هنا وتضحية وإيثار قليلين هناك وترفع وتسام خلال موقف وتنازل كريم خلال حدث آخر أثرا عظيما، خاصة عندما نكون في مواجهة ممثلي التجمعات الجيوسياسية الأخرى في العالم. حدث ذلك عندما كنا نتفق على مرشح ما لدعمه في أحد المناصب القيادية في الاتحاد البرلماني الدولي،
وحدث ذلك عندما نسقنا بيننا لتبني ملف أو موضوع يطرح للنقاش أمام أي محفل قاري أو دولي. وحدث ذلك عندما كنا نقوم بالاعتراض على جملة هنا وكلمة هناك في بيان أو خطاب أو ورقة عمل مستقويا بدعم أكثر من 20 بلد عربي. إنما نراه من الحد الأدنى من التعاون، وإن كان لا يمثل طموح أي مواطن عربي، إلا أنه أمر يجب أن نتمسك به وننطلق منه، لا أن ندخل في حالة من اليأس والقنوط السياسي والإمعان في جلد الذات. هناك أيها الأخوة خيط رفيع بين فتح باب النقد الذاتي وإجراء مراجعات مستمرة حول وضعنا الراهن، وبين دخولنا في حالة جلد ذات مزمنة تكون بوابة للتقاعس بحجة أن لا فائدة من العمل العربي المشترك. الأخوة الكرام، إن كل بادرة تعاون وكل لفتة إيثار وكل تسام عن المصلحة الضيقة حتى في الأمور التي قد تبدو غير مهمة هي لبنة مفيدة تترك أثرها الصغير فينا. أنا لا أدعو إلى خلق إجماع عربي مزيف ينتهي بخلاف ما نتفق عليه، بل أدعو دائما إلى التمسك بما هو مشترك ومحل توافق والانطلاق منه للبناء عليه. إن هذا الحد الأدنى من التنسيق، ولا أقول التعاون، هو بوابتنا لخلق موقف يحمل شيئا من التأثير تجاه قضايانا الكبرى: قضية فلسطين، قضايا التنازع العربي، قضايا الإرهاب والتنمية والتعليم، قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وأخيرا، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر، وأخص بالشكر معالي الأخ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، متمنيا أن يسهم هذا المؤتمر في فتح نقاش جدي وشفاف حول أبرز التحديات التي تواجهنا كعرب في عالم متغير ومتسارع ومتحول. شكرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.